لم تكن الإعاقة البصرية حائلا أمام هنية وشمس الشقيقتان الفلسطينيتان من خان يونس بقطاع غزة من حفظ القرآن الكريم والحصول على إجازة السند المتصل. الشقيقتان واجهتا صعوبات في البداية لعدم توفر مصحف برايل الخاص بالمكفوفين، لكنهما تحديتا كل ذلك واعتمدتا في الحفظ على حاسة السمع حتى تمكنتا من حفظ القرآن الكريم كاملا، بل أصبحتا متطوعتين في المساجد لتحفيظه. فبما رحمة من الله لنت لهم. هنية وشمس حصلتا كذلك على معدلات مرتفعة في الدراسة الثانوية وتطمحان لإكمال دراستهما، وكان الفضل لوالدهما كبيرا إذ كان يسمعهما القرآن ويعيد الاستماع إليهما حتى حفظتاه. هنية الشقيقة الكبرى تقول إنها تطمح لإكمال الماجستير في تخصص تفسير القرآن وعلومه، غير أن هذا الحلم تقف أمام تحقيقه عقبة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه عائلتها بسبب الحصار الصهيوني، وتتمنى الحصول على منحة دراسية. أطمح لدراسة ماجستير تفسير القرآن وعلومه في الجامعة الإسلامية بإذن الله. معوقات البحول دون دراسة الماجستير هي الظروف الاقتصادية، لأنه زي ما احنا عارفين الماجستير بده رسوم كتير، بده فلوس كتير، فهو الوضع الاقتصادي اللي مأثر علينا انه أنا ما أكملش ماجستير تفسير قرآن وعلومه. فيما تطمح شمس لإكمال دراستها في الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية، لكنها تتخوف من عدم تحقيق حلمها بسبب الوضع الاقتصادي. طبعا أنا أتمنى أن أدرس الشريعة أو اللغة العربية، لسه محتارة صراحة. المعيقات بصراحة الوضع المادي سيء نوعا ما، يعني فشوية يعني أنا لسه ما رحت أسجل والله بسبب الوضع المادي السيء. أنا بطالب يعني أقل شيء إنه تعليمي بس، يعني حدا يتكفل بتعليمي. ولذلك تتمنى هي الأخرى منحة دراسية تحقق من خلالها طموحها وما تأمله.